هذا السائل من اليمن يقول في سؤاله هذا طويلة الشريف، يقول البعض بأن من زاد في ركعات القيام عن 11 ركعة بأنه خالف السنة، هل هذا القول صحيح؟ وما هي السنة في ذلك في صلاة التراويح؟ هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد، وقال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بعد المكتوبة صلاة الليل، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم، فالمسلم يقوم من الليل ما تيسر له ويختم ذلك بالوتر، وإذا فعل مثل ما يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة أو 13 ركعة فهذا عمل طيب، لكن ليس العمل محصورا على هذا، وإنما يجوز للإنسان أن يتنفل بما يسر الله له وأن يختم ذلك بالوتر تراويح وغيرها في رمضان وغيره، ليس هناك حد محدد في صلوات النوافل أو في التراويح أو في قيام الليل، الإنسان يصلي ما تيسر له، ولكن في التراويح خاصة الصحابة رضي الله عنهم صلوا التراويح 23 ركعة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه خلف إمام واحد، وفي هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار، دل على أن الأفضل في صلاة التراويح أن تكون 23 ركعة، ليس هذا بواجب، لو زاد أو نقص الأمر في هذا واسع، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني في رمضان، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يحدد عليه الصلاة والسلام، المجال مفتوح ولله الحمد، لكن إذا عمل الإنسان في التراويح بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم باقتصار على 11 ركعة أو 13 ركعة، أو عمل بما فعله الصحابة من جعل صلاة التراويح 23 ركعة، فكل هذا جائز والحمد لله والأمر واسع. نعم.